توقفنا عند حجة الوداع التي حجها نبي الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للهجرة، وقلنا ذكرنا شيئا من مقدماتها، ثم توقفنا عند دخوله صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر في عرفات، ودخوله إليها ثم خطبته فيها تلك الخطبة العظيمة، خطبة حجة الوداع. وقلت حينها من باب الذكر إن هذه الخطبة واحدة، ثم إنه خطب يوم النحر يعني ثاني يوم، ثم إنه خطب في أوسط أيام التشريق خطبة ثالثة. فجمع بعض أهل العلم هذه الخطب الثلاث ورتبها وساقها، فأنا أسوقها كما ساقها. وقف نبي الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم المبارك العظيم في يوم عرفة، وكانت في تلك السنة يوم عرفة هو يوم الجمعة. وبعض الناس يقول هذا هو الحج الأكبر، إذا وافق عرفة يوم الجمعة فهو الحج الأكبر، وهذا كلام خاطئ. قد ألفت رسائل في هذه القضية أنه هو الحج الأكبر، ليس كذلك. لعلي أشرت لكم سابقا ما الحج الأكبر؟ الحج العادي. الحج العادي. والحج الأصغر؟ العمر. لا تنسوا هذا. نعم، لما قلنا فسرنا قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم، بقدر الله في ذلك العام كان يوم الجمعة هو يوم عرفة، فوقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس تلك الخطبة العصماء، فقال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. في روايات أنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه استفتح خطبته فقال: أي شهر هذا؟ قالوا فسكت الناس. يعني يعقل أن رسول الله لا يعرف هذا الشهر وهو شهر ذي الحجة شهر الحج وهو واقف بالحج؟ لذلك من فهمهم وأدبهم سكتوا. عدم الإجابة هنا دليل فهم الصحابة، مو دليل قلة فهمهم، لأنهم يعرفون أنه يعرف الجواب، فلماذا يسألون؟ إذا هناك حكمة فما عرفوا ما هي الحكمة فسكتوا. أي شهر هذا؟ فسكتوا. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: نعم. بلى. قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ فسكتوا. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ سكتوا. قال: أليس عرفة؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. وبأبي هو وأمي لكأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، لكأنه يعرف أن أمته هذا ما سيحصل فيها، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم مسترخصة عليهم اليوم، بل ليس اليوم، من 1000 سنة ترى من يقتل المسلمين من أكثرهم هم أبناؤهم. الآن عدونا لو جمعنا من قتل المسلمون أو من قتله المسلم، من قتل العدو من المسلمين، وجمعنا من قتله المسلمون بأنفسهم وبأيديهم، لوجدنا إما أن العدد متقارب أو أن عدد من قتل بيد مسلم وهو مسلم قد يفوق من قتله أعداؤه. سبحان الله. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. كلمات موجزة جامعة بينة ظاهرة هي يعني محور الكلام وملخص وزبدة كل الكلام. من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. إن ربا الجاهلية موضوع،
وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. معلوم الربا، لعلي ذكرت تفصيلات كثيرة عنه فيما سبق. أشهر أنواعه القرض وأخذ الزيادة، اللي بنقول لها الله الفائدة وليست بفائدة، هي الربا. هذا هو أشهر أنواعه، وإلا فله أنواع ثلاثة أخرى ما عدا هذا النوع. نعم، قال: وإن ربا الجاهلية موضوع، أي مرمي لا قيمة له، ملغى. وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب. لما قال هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ لأكثر من سبب. من جملة هذه الأسباب أنه يبدأ بنفسه وبأهل بيته، وكل إنسان معلم إن لم يبدأ بنفسه وبمن حوله فعلمه ضعيف وتأثيره قليل. كانوا قديما يقولون: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح به وأنت سقيم؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. سبحان الله. فبدأ بنفسه وبأهل بيته. قال: لماذا إذن أيضا خص العباس رضي الله عنه؟ لأن العباس كان تاجرا وكان يتعامل بالربا كثيرا. يستغرب البعض، يتعامل بالربا؟ نعم، لم يكن محرما، وما لم يكن محرما لا تعاتب أحدا عليه. طبعا نحن نتصور أننا في ذلك العصر، مو نحن بعد 1400 سنة، منذ أجداد أجداد أجدادنا يعرفون أن الربا حرام، أما هم فحكم جديد عليه. نعم، فأخبرهم أن الربا حرام. طبعا حرم الربا من قبل، لكن في هذه الخطبة هناك أمور يؤكد عليها، وهناك يحضر في هذه الخطبة الذين أسلموا منذ يومين، أحيانا منذ شهرين، في كثير من الأحيان قد لم يكون من الأحكام لم يكونوا سمعوها قط، فلذلك يذكر أهم الأحكام وأشهرها، ويعني ما ينبغي على الإنسان أن يراعيها. أول ربا أضعه ربا عمي العباس ابن عبد المطلب، وكان رضي الله عنه كثير المال كثير الربا. الله تعالى قال: فلكم رؤوس أموالكم. في ذلك الوقت لما نزل تحريم الربا، أنا أقرضت إنسانا مبلغا أسترد رأس مالي، لا تظلم ولا تظلم، وما زال كله لصاحبي. قال: وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث. الحارث يعني ابن عبد المطلب، يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روايات كان مسترضعا في ربيعة فقتلته هذيل، يعني طفل صغير أرسلوه ليسترضع كعادة العرب. فإحدى القبائل العربية عدت لثأر بينها وبين هؤلاء فقتلوا هذا الطفل. هذا كان أيام الجاهلية. فلما جاء الإسلام ألغى ثأر الجاهلية، قال يعني واحد إذا قتلوا أطيل بتركم، وهيك القضية. الثأر تعرفون ما هو، وإلى الآن لا زال موجودا في بعض عشائر، أو في أكثر عشائرنا، وفي أناس يقتل إنسان من هذه العشيرة، فيأتي إن كان أصحاب أهلها يعني أقوياء ينظرون العشيرة الثانية ما لي علاقة بالقاتل، قاتل قد أقتله قد لا أقتله، منه أكبر شخصية بالعشيرة بقتله، لكن نحن عظيمين يعني لك تقتلونا ونترككم، ما دخل هذا الإنسان بذاك الذي قتل؟ كيف تقتل هذا الإنسان بذاك؟ لذلك الثأر مختلف عن أخذ الحق. يا أيها الأحبة، أخذ الحق القاتل يقتل، الإسلام أقر هذا، معروف هذا. فلذلك هذه الفكرة مهمة أيضا. إذن فلعلهم قد أخذوا ثأرهم، رغم ذلك يريدون أكثر وأكثر، فهذا لا يكون، لأنهم قريش يقولون نسأر من تلك القبيلة أكثر. فأكد: دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه ذاك، ألغي كل شيء من الآن فصاعدا في الإسلام، من قتل الآن ما نوع القتل سيبين. قال: وإن العمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر ففيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. فسر لهم موضوع القتل بناء على ذلك. العمد قود، العمد يعني القتل العمد، القتل العمد. قال: قود، القود هو الذي قال الله عنه:
القصاص ولكم في القصاص حياة. القصاص يساوي القود. فإن سمعت كلمة قود فهو القصاص، بمعنى من قتل يقتل. هذا إن كان عامدا، القاتل عامدا. تمام. قال وشبه العمد ما قتل بالعصا أو الحجر ففيه مئة بعير. هناك ثلاثة أنواع للقتل: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطأ. قال هذا شبه العمد المذكور الآن في الحديث، قال فيه مئة بعير يعني دية. شبه العمد إنسان، شخص اختصم مع إنسان آخر فضربه ضربا يسيرا بشيء لا يقتل فإذا به يموت، يعني معه عصا صغيرة قد تجرح قد تؤذي أذى يسيرا فضربه بها فمات الإنسان، فهذا قتله لكن هو لم يضربه بشيء يقتل. تمام. ضربه بشيء أذاه لكن هذا المؤذي لم يقتل، فهذا يسمى قتلا شبه عمد، فهذا لا يقتل صاحبه به وإنما تدفع الدية. في ذلك الوقت كانت مئة بعير، الآن في زماننا تقدر بقدرها لأن الأمر صار يعني قد لا يحتمل عقل الإنسان. مئة بعير ثمنها لا يطاق. قال يعني نخالف السنة؟ حاشا أن نخالف السنة، لكن أصل الشرع أن إذا كلف الإنسان بدفع الدية أن يتساعد مع أهله وعشيرته على دفعها. الآن من منا له أهل وعشيرة؟ العشائر معروفون ومحدودون، باقي البشر فلا يستطيع دفع هذه الدية بهذا الحجم لو إلا أفراد معدودون، والبقية قد يموت ولا يدفع ربع هذه الدية. لذلك في هذا العصر ينبغي هناك يكون اجتهاد جماعي من المجامع الفقهية في تقدير الدية في هذا العصر. قال أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه. هذا اليأس من الشيطان يعني ما عاد الكفر يرجع إلى أرضكم يعني مكة والمدينة. هل يقصد بذلك أيضا كل جزيرة العرب؟ بعض أهل العلم قال نعم، بعضهم قال لا، مكة والمدينة. طيب مكة والمدينة لن يدخلها الشرك مرة أخرى؟ سيدخلها مرة. قال خلاف الحديث؟ حاشا خلاف الحديث. قال إيش إذن؟ عند قيام الساعة من علامات الساعة الكبرى النهائية التي بعدها انتهاء الدنيا كلها وزوالها، أن يرجع والعياذ بالله الناس كفارا وتخرب الكعبة على يد ذي السويقتين من الحبشة. هذه أشياء ذكرتها قديما في علامات الساعة الكبرى. وأن تطوف، أن تضطرب إليات دوس حول أصنام حول الكعبة، يحطوا أصنام مرة أخرى ويطوفون والعياذ بالله، تقوم الساعة بعد ذلك. هذا أمر آخر. الآن الحياة كلها إلى ما لحظات قيام علامات الساعة الكبرى ليس فيها عبادة أوثان في مكة والمدينة، وكذلك عند بعض أهل العلم في جزيرة العرب. بالمقابل إذا يئس الشيطان أن يعبد في تلك البلاد، هل ترك أهل تلك البلاد؟ قال لا، لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. يضحك الإنسان أحيانا على يضحك الشيطان أحيانا على الإنسان فيقول له هذا الأمر سهل، هذا الأمر بسيط، هذا من الصغائر. ينبه سيدنا رسول الله إلى هذه القضية مهمة جدا. رضي الشيطان أن يطاع فيما تحقرون من أعمالكم، الشغلات اللي بتقول إيش الشغلة يعني أنا إيش سويت. بعض الناس كثيرا يقع في الذنب يقول لك إيش عيب الخيو، ليش عم تعاتبني؟ لك هذا الذنب الصغير يا إنسان يا عاقل يا مؤمن قد يكون كبيرا عند الله. أنت عم تقول صغير؟ نعم، ولكن حالك أنت واستهتارك بالذنب قد يجعله كبيرا عند الله تعالى. ثم إصرارك عليه، يعني أنا ما راح أتوب من الشغلة ولو كانت صغيرة، الإصرار على الذنب الصغير يصبح كبيرا. هذه فائدة مهمة، الإصرار. يعني بتسأله ده توب من الشغل؟ لا ما راح أتوب، ما بدي أتوب أنا من الشغل ده تم عليه وهي ذنب صغير.
قوله أنني مصر عليها ومستمر عليها ولن أتوب منها يحولها إلى ذنب كبير. طيب بالمقابل أحيان ورد في الحديث إنكم عن بعض الصحابة قال إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. موضوع الإخلاص، الإنسان أحيانا يصلي إذا عجب صوته بقول الناس عم يسمعوا صوتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا يبطل ثواب العمل. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا الإخلاص هذا يحتاج منا أنا أول إنسان وأنتم كل إنسان يحتاج إلى مراقبة 24 ساعة. الشيطان بلحظات يدخل عليك، صدقت أقول لك شفت أنت رجال طيب، كل واحد صدق صار ما في مثله يعني، وضحك علينا الشيطان قلنا ما في مثلكم أنتوا طيبين أنتوا بتقروا القرآن أنتوا بتروحوا على الجامع أنتوا شفتوا الناس كلهم استغفر الله العظيم قليلين دين قليلين شرف. النظرة هذه نظرة الاستصغار لعباد الله تكفي ذنبا أيضا عظيما. يا أخي من أدراني ما أن الله سيتوب على هذا العاصي يصبح خيرا مني أكثر بكثير، من أدراني. فأيضا احتقار البشر وهكذا. لذلك قال ولكنه رضي فيما تحقر مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. النسيء تأخير شهر إلى شهر، وكان أهل الجاهلية يحصل هذا بينهم كثيرا. عندهم من ورثوا من دين سيدنا إبراهيم عليه السلام تعظيم الأشهر الحرم التي هي ثلاث متواليات ذو القعدة الحجة المحرم ورجب. هذه الأشهر الأربعة ورثوا من دين إبراهيم أنها محرمة وأن القتال فيها حرام. أهل الجاهلية أصحاب مشاكل، لأن تكلمنا عن الثأر والقتل ودماء الجاهلية موضوعة، فكانوا أصحاب قتال وفتن وإشكالات كبيرة. يحل عليهم شهر رجب، هم يتقاتلون وحرام القتال، إيش نفعل؟ أخرنا شهر رجب إلى الشهر الذي يليه. للشهر بتأخر؟ إيه أخرنا، شغل جنون. أخرنا رجب إلى الشهر الذي يليه، يلا الآن حلال قاتلوا كملوا القتال بخلصوا. شهر جمادى مثلا شهر شعبان صار هو شهر رجب، لذلك ضاعت الشهور ولم يعودوا يميزون شهرا من شهر. يقولون هذا رجب بالأساس تساويتو شعبان، وهذا ذو القعدة تساويتو غير شهر. فلذلك عقب على هذا فقال صلى الله عليه وسلم وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال إيش يعني؟ في ذلك العام بقدر الله كانت الأشهر قد انضبطت 100% كما شرعها الله وكما خلقها الله، رجع كل شيء إلى نصابه سبحان الله. وإن الزمان قد استدار، ممكن أتلاعبوا الأشهر فأضاعوا كما قلت. في ذلك في الوقت في تلك السنة بإذن الله كان كل شيء قد رجع إلى نصابه، قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد فرد ذكرها. ألا هل بلغت؟ اللهم فشل. كل ما يعلمهم شيئا يقول ألا هل بلغت؟ اللهم فشل، يشهد عليهم الله. قال إيه ليش؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك في بلاغي أبدا. قال الله تعالى له فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هو شهيد الشهداء صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة سيقف مقاما فضلا عن مقام الشفاعة، فضلا مقامته يوم القيامة لا توصف من عظمتها. أمر يوما الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال يا رسول الله أنا أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قرأ من سورة النساء من أولها إلى أن وصل إلى هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. أنت ستشهد على كل الأقوام، على الأنبياء وعلى أقوامهم وعلى أممهم وعلى جميع البشر ستشهد عليهم.
فقال فالتفت إليه فقال لي رسول الله، يقول ابن مسعود حسبك حسبك يعني كفى. قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. استشعر هذا الموقف العظيم. لذلك كأنه يقول يا رب أنا لم آل جهدا في تبليغ كل ما أمرتني به، في توضيح وبيان كل ما وجهتني إليه، ما قصرت يا رب، فإذا وقفت ذلك الموقف فأكرمني بالثبات. سبحان الله، وهو أهل له، لكن هذا مقام الوجل، وهم قال الله تعالى وهم من خشيته مشفقون. مقام عظيم، هذه مقامات راقية. ألا هل بلغت؟ اللهم فشا. أيها الناس، إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. ألا إنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم. فكأنه يقول فقد يسر الله عليكم الأعمال، كانت أشق على من كان قبلكم. ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم. الآن منذ قليل قلنا بعض الأعمال يستسهلها الإنسان، طالع الزكاة بس حمحس روحه عتطلع. ليش عتطلع روحك؟ أي فرق؟ هذا المال ما هو مالك أصلا، هذا المال الذي تدفعه، المال اللي تعبت فيه هذا ليس مالك، هذا مال الله، حق الفقراء، صار مال الله، ليس لك فيه شيء أبدا. فطيبة بها أنفسكم وتحجون بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. والخطبة كما قلت عظيمة وفيها تفصيلات كثيرة، سنأتي على تفصيلها وبيانها أكثر غدا إن شاء الله. اللهم انفعنا بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.